قطاع سيارة الأجرة في مدينة العيون قطاع يحتضر، قطاع من لا قطاع له. قطاع كان الحمد لله كنا موفرين، قطاع كان ماشي إلى فوق المستوى، عاد من تحت لتحت، بأن الطاكسيات في مدينة العيون كان يساوين واحد الثمن وطاحوا المستوى أدنى، بأن هذه ظاهرة النقل السري في مدينة العيون ناقل خلات القريب والبعيد، بأن أي واحد باغي يدرك في مدينة العيون أي مشروع اللي عنده ماشي يدير نقل سري، كاينين واحد اللي عنده 5، كاين اللي عنده 15، كاين اللي عنده 10، كاين اللي عنده 20، كاين اللي داير شوارك، بأنه كدير شركة ديال قطاع سيارة نقل سري باش يديرها يدخل فيها مدخول ديالو اليومي، كاين اللي كيدخل فيها 3000 درهم، كاين اللي كيدخل فيها 4000 درهم، كاين اللي كيدخل فيها 5000 درهم، كاين اللي يدخل فيها 6000 درهم. قطاع سيارة الأجرة في مدينة العيون قطاع كان فوق عاد تحت. نحن رانا نحتضر في مدينة العيون رغم المراسلات لولاية الجهة، أنا كنحمل المسؤولية لوالي جهة مدينة العيون بأنه هذا قطاع سيارة الأجرة في مدينة العيون راه قطاع مات عادنا لا تحت تحت. ثانيا من هذا المنبر كنشكر والي الأمن لأنه فتحنا جميع الأبواب ديالو لا بالليل لا بالنهار لا في أي ساعة، كنشكره من هذا المنبر بأنه هو اللي فتحنا الباب الوحيد، فتحنا كيف فتحنا امورنا كامله. بالعكس قطاع سياره الاجره في مدينه العيون قطاع اللي نقول لك بانك مني الحمد لله اللي فكرتني في الشهاده. نحن الظاهر الشريف كيقول الاول والثاني، نحن عندنا ثلاثه الاصناف، عندنا الاول وعندنا الثاني وعندنا الموروثات من العهد الاسباني. ذوك اللي كتقول عنهم متهالكات هما اللي باقين من المورثين من العهد الاسباني، بانه الى حدود الساعه كيجدوا فيهم ما كينعطاهمش الدعم. اما بالنسبه للصنف الثاني الحمد لله راه كنقولوا 70% راه مشات تجدت، اللي باقيه متهالكه هي هذوك الموروثات من العهد الاسباني الى حدود الساعه، ما هم عارفين كانوا كبارات ولا صغارات وما عندهمش دعم. تواصلنا مع السي والي جهة العيون الساقية الحمراء، قال عنه اللي يبدلهم صغارات إلى حدود الساعة ما شفناهم كانوا صغارات ولا كبارات، من هذا من هون إلى حدود الساعة رانا ما نعرفين كانوا كبارات، هما كيتبدلوا بأن ذوك اللي توفوا كيبدلوهم وإلى حدود الساعة كيعطوهم كبارات، ما عرفناش علاش. هذا الدور ديال البلدية هو قرار مشحف في قطاع سيارة الأجرة، بأن المدينة الوحيدة اللي كنقول أنا هي مدينة العيون هي اللي كيتخلصوا فيها الجبايات ديال 100 درهم، بأن جميع مدن المملكة فيها هذه القضية. ذو النهارات كانت نفس القضية اللي وقعتنا في العيون، وقعت في الرباط، فأقل من الحمد لله تواصلوا مع المهنيين لقوا حل. احنا المشكلة كاع اللي عندنا كنقولوا نزيد نعاودوها، هذو الناس ملي كيديروا شي قرار ما كيحضروناش كمهنيين، ولا كيحضرونا كيقولوا لنا اش غديروا اش غديروا، كيجينا كتجينا القرار بحال الصاعقة كينزل علينا في الراس.